أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فسرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. تحدثنا في الدرس الماضي في قضية الشعائر وشعائر الله، وبدنا يبقى في الذهن مسألة الشعار اللي لما أنت تنظر إليه يفترض أنك تفهم ما وراءه من دلالات، لأنه المسألة متعلقة بدقة الفهم ودقة الملاحظة ولطف أخذ العلم في مسألة الشعور. والشعار كما قلنا يشير إلى ما وراءه، فهذه شعائر يفترض بالمسلمين أنه ينظروا ما تدل عليه ويدققوا الإشارات اللطيفة اللي وراء هذا الشعار. شعيرة قلنا، وشعارة جمعها إيش؟ شعائر. وعندنا المشاعر اللي هي إما أن تكون أماكن يتم فيها الشعائر، أو أزمنة يتم فيها الشعائر، أو الشعائر نفسها أيضا مشاعر. طيب، برضو بنستخدم المشاعر الفياضة اللي لديكم بشكل طيب، وممكن يكون الأمر شعور يتعلق بمحسوس أو في عالم المعاني والأفكار. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، كنا سبق تحدثنا في العقد واللي يقابله إيش؟ الحل. العقد والحل. لا تحلوا شعائر الله. إذن هذه الشعائر مثل شعيرة مثلا شعائر الحج بشكل عام، رمي الجمار شعيرة، الطواف شعيرة، السعي شعيرة، الإحرام شعيرة، التلبية شعيرة، كل التفاصيل هاي شعائر. إيش يعني لا تحلوها؟ احنا قلنا الحل مقابل العقد، عقد حل، معناته ما طلب منكم أن تفعلوا بتفعلوا، ما طلب منكم ألا تفعلوا في هذا الموقف لا تفعلوا. كيف مثلا محظورات الإحرام معناته التزام محظورات الإحرام. طب ما في أمور بدنا نأديها برضو، كل هذا في إطار لا تتحللوا من الالتزامات، لا تتحللوا، إياكم أن تتحللوا من الالتزامات في الشعائر. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهرة، يعني ولا تحلوا الشهرة، ولا تحلوا الشهر الحرام. وهذا الموضوع خلينا نوقف شوي عند الشهر الحرام. احنا بنعرف انه الاشهر الحرم في السنة القمرية هي 11 و12 و1 و7. 11 ذو القعدة، يعني اذا السنة 11 ذو القعدة، بعدين 12 ذو الحجة، 1 محرم، 7 رجب. هذه الاشهر الحرم. لاحظوا اذا في موضوع تربية المسلم كيف يكون ملتزم، ومبدأ الحرمات والوفاء بالالتزامات اللي ينشأ عليها المسلم بأكثر من طريقة في التدريب، ذكرنا بعضها في الدروس الماضية. نركز هون في شهر كاين، في أشهر 4. بتقولوا لي طب كيف ما هو قال الشهر، هون جنس الشهر الحرام، كيف لما نقول الإنسان الشهر؟
إذا مش مقصود شهر بعينه، مش مقصود شهر بعينه، وإنما الأشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب السابع. هذه طبعا إيش بقي من أحكامها على فكرة هذه الأشهر الحرم؟ أولا بدي تنتبهوا لهذه المسألة، الغريب أنه من الأمور المهجورة واللي يندر أن نجد العلماء أو الخطباء في بلادنا بالذات بيلفتوا الانتباه إلها، وهي عند دخول الأشهر الحرم ينبغي تنبيه الناس، تنبيه الناس لهذه الأشهر من أجل أنهم يعرفوا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق سماوات والأرض منها أربعة حرم. طيب وين تذكير الناس بالأربعة الحرم؟ تسمعوا أنتوا حدا بذكر؟ طيب ما هي منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بمعنى هاي الأشهر بالذات بدكم تكونوا متنبهين تماما تبعدوا عن المعاصي. طب ما هي المعاصي، ما هي المعاصي يفترض انه نبتعد عنها في كل زمان. ما هو يعني لما تكون انت في ليلة القدر يعني إلها خصوصية، لما تكون في المسجد الحرام برضو المسجد الحرام بده تحترم الموقف. موجود انت في المسجد ولا في داركم بيختلف الوضع، موجود في رمضان ولا خارج رمضان. وهون الغريب انه لا يتم تنبيه الناس، ديروا بالكم هي دخلت الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني المعصية معناته فيها ديروا بالكم هذه الاشهر. طب ليش؟ ايوه ما هو احنا بننبه المسلم في اتجاهات كثيرة ويربى اكثر من تربية. هاي هون يقال له في رمضان طبعا المسلم بجوز يتنبه اكثر، في رمضان يتنبه اكثر نتيجة الصيام والجو العام في المجتمع والاخري يتنبه اكثر. الان في له تربية ثانية، دير بالك لما بتدخل الاشهر الحرم انتبه. فلا تظلموا فيهن انفسكم، هذا حكم باقي الى يوم القيامة، انه المعاصي ديروا بالكم في الاشهر الحرم مش زي غيرها، مش زي غير. نعم ولا ليش عم بحذر؟ كيف المسجد الحرام؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ايش؟ أليم. أليم مش هيك؟ ايه طيب ماشي. هو جميل تدخلوا مرات انتوا هالدخلات بس، وبنغفر الدخلات اللي فيها غلط، هي هاي غلط تتأكدوا منها. اثنين وانا وانا بحكي مرات على فكرة بخطئ، جيد تدخلوا بس مش برضو كثير لانه مرات ممكن يكون. لذلك في درس ماضي انا قلت مثلا اوروبا مساحتها 10,000 كيلومتر مربع، وانا مش منتبه اني قلت 10,000، ما هي 10 ملايين هي ولا 10,000 ما هي هي. ها انت ظليت ساكتين مثلا، ظليت ساكتين قلت ابصر شيء، كنها اوروبا يعني تقلصت مع الاتحاد الاوروبي يعني. طيب المهم فمرات بلاحظ نفسي لاني براقب الدرس بلاحظ براقبكم ساكتين. المهم بعدين ما هو الاختيارية برضو لهم عذرهم. طيب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.